على مر الزمان ضم الإنسان أفخم منجزاته فيما عرف بعجائب الدنيا السبع، ما زالت تتصدرها حتى اليوم أهرامات الجيزة وسور الصين العظيم. لجنة اليونسكو للتراث العالمي ضمتهما أيضا مع مواقع طبيعية وثقافية ذات قيمة بارزة للبشرية جمعاء، مثل كيو جاردنز، الحدائق النباتية الملكية في بريطانيا التي تحظى أيضا بهذا التكريم المرموق. إلا أن 7 مواقع أخرى مهددة بالشطب أدرجت في قائمة الخطر بسبب الكوارث الطبيعية وعبث البشرية. يجب ألا يحدث الشطب، لأن الحفاظ على المواقع الإنسانية الفريدة مسؤولية كل شخص على هذا الكوكب، ونحتاج إلى نقلها للأجيال التي تأتي بعدنا. اقتراحنا لشطب بعضها خطوة جذرية للغاية. الحرب والإفراط في الإعمار أدت إلى اقتراح اليونسكو إزالة موقعين من قائمة التراث العالمي بالكامل، أحدهما مدينة ليفربول البحرية التجارية في المملكة المتحدة، الميناء الرئيسي للإمبراطورية البريطانية في القرنين 18 و19 الذي غيرت المباني الحديثة ملامحه. لا نريد منع التطوير، لكن بما يتماشى مع قائمة الموقع، وعلى الرغم من الحوار الذي أجريناه مع المدينة على مر السنين، من المؤسف أن الأمر لم يلائم مدينة ليفربول. شبكة الشعاب المرجانية الملونة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا على قائمة الخطر أيضا، خطوة أثارت انزعاج الحكومة. اتخذ هذا القرار دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بمراجعة سطحية، لم تؤخذ أحدث البيانات في الاعتبار. مواقع أخرى مرشحة لقائمة المخاطر كالبندقية التي تضررت من السياحة الزائدة، وبراكين كاماتشكا في روسيا، وضفاف نهر الدانوب، وحي قلعة بودا، ومواقع أخرى في ألبانيا ومقدونيا وأفريقيا ونيبال.